الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة المصرية كما عودتنا دائما أنها وبحق هي خير سند لشعب مصر العظيم في أزماته التي قد تتعرض لها البلاد. هذا هو ما يحدث بالفعل هذه الأيام، حيث تستعد عناصر القوات المسلحة المصرية المختلفة باستعدادات غير مسبوقة وإجراءات صائبة في تناغم وتنسيق كامل مع باقي أجهزة وإدارات الدولة المختلفة في التصدي للعدائيات المحدقة بالبلاد، ذلك دائما انطلاقا من قواعد راسخة تكسبها شرعية ما يمكن أن تقوم بتنفيذه حفاظا على أمنها القومي. مشاهدينا الكرام، هذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية. وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقاً لأحدث نظم الإدارة الطبية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية، كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها. وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيلياً للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية. وتفقد الفريق أول محمد زكي عدداً من العيادات التخصصية بالمستشفى، وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة
بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين، معربا عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة. كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة، أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح. يأتي التدريب آمون 22 تعزيزاً لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية. وفي النهاية نقول إن مصر دولة قوية تتمتع بإرادة صلبة وعزيمة قوية، ولا تسمح أبداً لأحد بفرض أي إرادة عليها. حفظ الله مصر أرضاً وشعباً وجيشاً.